والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. أحبابي في الله، كما ذكرنا الآيات أحبتي في الآيات كريمة، يبشر الذي صلى بين يديه سبحانه وتعالى بجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الله جل وعلا يقول والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. يا من حافظت على الصلاة، الله سبحانه وتعالى قد يثني عليك في سورة المعارج والذين هم على صلاتهم دائمون. صلاة الفجر في المسجد، صلاة الظهر في المسجد، صلاة العصر في المسجد، صلاة المغرب في المسجد، صلاة العشاء في المسجد، فأنت دائما أحبتي في الله في صلاة. زي ما ذكر أخوي نايف، والله يا أخوان سوف يأتينا الموت. الله جل وعلا يقول فريق في الجنة وفريق في السعير. فريق أهل الجنة أحبتي في الله لهم صفات يتصفون بها. الآن كيف أعرف أنه هذا اتحادي؟ كيف أعرف أنه هذا نصراوي متصدر؟ بشعاره، بالشعارات التي يرفعها. كيف أنت نعرف أنك أنت من أهل الجنة؟ كيف؟ بالشعارات، بالأقوال التي تقولها، بالأعمال التي تفعلها. يا غالي نشهد لك بخير، نشهد لك بأنك من أهل الجنة. والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. أحبك ربي، أحبك ربي، أحبك ربي، أحبك ربي، أحبك ربي.